بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسنا عزيزي منيرو، أو آسف إذا كان الاسم ما نطقته غير صحيح، عزيزي الكريم، كما تريد كما تشاء، كيف يمكن فرد قماش بهذا الشكل كما ترى أنت في هذه الصورة التي وضعتها في موقع المنابر؟ طبعا مسألة تصميم هذا الشكل بسيط جدا جدا، وأنا لدي لك طريقة ممتازة جدا لصنع مثل هذا الشكل. طبعا كما قال عزيزي الكريم الرد الآخر، اي جنرال، اعملها بالرياكتور، ممكن تكون فعلا طريقة يعني سليمة، او ممكن تعملها حتى ايضا بالموديفاير كلوث في الموديفاير. لكن انا عندي طريقة اسهل بكثير، راح يعني توفر عليك وقت كثير، وانا ان شاء الله راح اصنعها لك. طبعا على ما فهمت سؤالك انك فقط تبغى تصنع مثل هذا الشكل كيف في الماكس يعني، ولكن انا راح اضيف شيء اخر ممكن تستفيد منه اكثر من يعني اضافتك انت هذه. راح الان اصمم لك مثل هذا الشكل، وايضا راح اخليه يتعامل ككلوث. ماشي عزيزي، وان شاء الله الكل راح يستفيد. حسنا عزيزي واخواني المتابعين، المسألة بسيطة جدا. طبعا مثل ما تلاحظون، مثل ما احنا عارفين، عندنا تولبر الجيومتري حق الماكس والقوائم هذه. ما علينا، احنا ما راح نشرح كل شيء، فقط الشرح اللي يخص هذا الدرس. الصورة مثل ما انتم شايفين، عندنا البيراميد طبعا هذا شكل في الماكس جاهز. طيب نجي الآن نرسم الشكل. طبعا راح اضغط كنترول من لوحة المفاتيح على أساس إنه يرسم الشكل مكعب أو مربع متوازي الأضلاع من جميع الجهات. والآن نجي الرفعة. طبعا راح أحط مقاسات أبغيها أنا، مثلا 70 70 في آسف 80 80 في لو افترضنا 80 80 80 أو أقل، نقول 70. ماشي. آسف، طبعا محول انا اليونت السنتيمتر مثل ما انتم عارفين يا اخوان، كاستمايز يونت سيت اب، كانت في الاساس على جنرال يونت اللي هي الانترناشنال، انا حولت الى سنتيمتر. ماشي عزيزي، الان راح نكثر شوي السيجمنت. لو افترضنا راح نحط هنا 10، وهنا ايضا 10، وهنا لو افترضنا 20. تعال الان خلينا نحط إيديت بلبلي. ماشي، ونجي نمسح الجزء السفلي. طبعا هذه أول نقطة، لأني راح أحول الشكل قبل لا أحول أيضا الموديفاير، راح نعمل نفس هذا الشكل تماما. طبعا في طرق كثيرة موجودة في الموديفاير، عندنا مثلا التيبر أو ستريتش. طبعا في هذا الدرس راح أستخدم التيبر، أحد خواص العمل يعني صنع الشكل مثلا كشكل كرتوني. طيب عندنا الاماونت، الان اضغط من الداخل، او اسف اضغط حول من السالب، والان شوف، لاحظ كيف تقريبا الشكل صار مماثل نفس اللي تبغيه يا عزيزي. ماشي، الان راح نختار الاديت بولي وراح نحذف الجزء السفلي. طبعا راح اقوم باختيار هذه النقطة واضغط كنترول واختار البوليجون، راح يختار جميع الأوجه للجزء السفلي. بعدين نعمل ديليت من لوحة المفاتيح. طيب عزيزي، ها الحين مثل ما انت شايف صنعنا الشكل، انتهينا الآن من الخطوة الأولى اللي على ما أعتقد انت فقط بغيت تعملها. الشغلة الثانية اللي راح أخليك تستفيد منها أكثر، اني راح أخليه يتعامل ككلوث، إما انك تستخدم الكلوث اللي موجود في التولبر الخاص بالرياكتور، او تستخدم الكلوث موديفاير. طبعا انا راح استخدم الكلوث موديفاير. ماشي عزيزي، الان خلينا مثلا لو افترضنا راح نجيب اوبجكت على سبيل المثال سفير. طبعا هذا السفير راح يضرب، راح يقوم بمثلا ضرب الخيمة هذه، ويعمل ونخليه يعني يكون هناك محاكاة بالكوث. ماشي يا عزيزي، فلنفتح الآن الفريم وخلينا نتأكد من توسيط الاكس تماما. ماشي، من فريم 0 إلى 20
نقوم الآن بسحب الكرة شوية للداخل، ماشي. راح الآن نعاملها ككرة طبعا هذا الشكل. طيب الآن خلينا نخلي خلينا الآن نروح من كلوث، بعدين Object Properties، خصائص الأوبجكت، نختار البيراميد ونعامله ككلوث. اختر كلوث، وبعدها اختر نوع شكل الكلوث، يعني شلون يكون، تبي مثلا هافي يعني يكون ثقيل جدا بحيث ذلك تلاحظ ان الكلوث هذا يتمدد، ياخذ بشكل بوزيشنه الاصلي يتمدد طبعا هافي، لكن احنا راح نخليه فانيلا مثلا. طبعا قطن مثل ما معلوم كتن، عارفين شنو قطن، راح اختار مثلا فانيلا. والاد اوبجكت نختار اوبجكت اخر اللي هو سفير اللي راح يحاكي الكلوث، ما راح نخليه ككلوث، لا راح نخليه يحاكي هذا الكلوث، نخليه كولجن اوبجكت، لا تغير اي شيء من هذا. انزل في النهايه في الاسفل وغير قيمه السنتيمتر يونت، غير قيمه هذا السنتيمتر سلاش يونت. طبعا هو الاساس المفروض يكون 2.54، لكن انا مستغرب انه في الماكس هذا حطينا 1.0، فبحيث هذا تشوف الكلوث ما يكون يعني ممتاز جدا في عمليه السيميليشن. فمثلا هذه القيمه الاصليه في الاصدارات السابقه 2.54 2.54. ونجي سب سامبل، طبعا كل ما كثرت قيمه السب سامبل تلاحظ ان الكلوث يقوم بعمل اوبتمايز للشكل بحيث انه ما يكون هناك اي مشاكل. كل ما كثرت قيمه السب سامبل راح تلاحظ ان الكلوث يكون ابطا شوي بحيث عشان يصلح المشاكل اللي تصير في الكلوث. لكن كقيمة عليا احطها مثلا 3 أو 4، لكن انا راح اخليها رقم 2 لان ما اعتقد انه راح تصير ان شاء الله هناك اي مشاكل. الشغل الثاني عندنا السيلف كوليجن. سيلف كوليجن طبعا بعد ما تصير اصطدامات في الكلوث راح تلاحظ ان الكلوث راح يعمل اوبتمايز ايضا لنفسه، وما راح تصير هناك تداخل في الكلوث، ما راح تصير هناك تداخل في الفيسات مثل ما انتم شايفين عندنا اكثر من سيجمنت. ماشي، راح نشيل يوز سوينج سبرينج. طبعا يوز سوينج سبرينجز له موضوع اخر يستخدم في خاصيه اللي تسمى ب عفوا اعزائي تقريبا ما تطلع حق الاوبجكت، تطلع فقط حق الاشكال الثنائيه الابعاد، لكن لها موضوع ثاني ان شاء الله اذا عندي اي وقت ان شاء الله راح احاول نشرح هذا الموضوع. ماشي، يوز سوينج سبرينج مثل ما قلت لكم لها موضوع ثاني. سوليد كولجن هنخلي على هذا الخيار مثل ما هو شايف، مثل ما شايفين السولف كولجن راح نخلي قيمته 2. ماشي، الجرافيتي. طيب الان راح نلاحظ شو يصير في الكلوث. طبعا راح نعمل سيميليت لوكال ولاحظ ان الجرافيتي شغاله على اساس نلاحظ وجود مثلا تفاعل. راح مثلا نحط بلين، ننزل شوية بس، وبعدين نجي نقول ايضا يحاكي ايضا يختار الكلوث، يحاكي ايضا المسطح بلين. ماشي، فخلينا نلاحظ الان ونشوف ان لما نعمل سيميليت لوكال شو اللي يصير. اها، مثل ما انت شايف عزيزي واخواني اللي تابعوا الدرس، لاحظ الان ان الكلوث بدا الان ينزل، بدا الان ياخذ بوزيشنه الحقيقي، او يعني نزل كتعامله ككلوث. طيب حنا نبغي انه يكون الشكل على مثلا على نفسه، يعني على اصله، ما نبيه يتغير الا ما بعد يصير له اصطدام، الا بعد ما يصير له اصطدام من الكره. يعني لو افترضنا ان عندنا هنا مسامير مثبته من 4 جهات وايضا حتى من الفوق، يعني افترضنا من فوق، يعني بمعنى انه في عمود داخل الخيمه بحيث انه يثبت ايضا الزاويه هذه العليا. طبعا عندنا اكثر من طرق موجوده في الكروث، اما انك تستخدم اوبجكت، مثلا لو افترضنا عندنا مسامير على سبيل المثال سلندر ثبتنا في الاربع الاوجه، وايضا ثبتنا مسمار في الاعلى، او افترضنا عمود داخلي، بعدين تقول لي تعامل كانه كلوث، لكن تستخدم ما تسمى بخاصيه الجروب فيل في الكلوث ميك جروب، وبعدها قبل ميك جروب تختار النقاط اللي تبيها تكون ثابته ما تتحرك. ماشي، وبعدين تقوم تختار لها ستيك، سوري اسف اخواني، سيرفيس
طيب وبعدين تختار مثلا لو افترضنا اخترنا هذه النقطة نقول له سيرفس سيرفس، وبعدين راح نختار هذه النقطة اللي هي السلندر اللي موجود هنا او المسمار المثبت هنا، وبعدين واحد ثاني جروب اخر ونختار هذه النقطة جروب اخر، وبعدين نقول له سيرفس نفس الشيء ونختار السلندر، وايضا هذا وايضا هذا وايضا هذا نفس الشيء. او انك تعمل لهم على سبيل المثال اتاتش، تستخدم الايديتبل بولي وتعمل مثلا هنا سلندر 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 مسمار، وهنا ايضا مسمار علوي، او افترضنا على سبيل المثال داخل عمود يعني كفكره. بعدين تقول له اعمل يعني خله يتعامل معك كلوث، وبعدين تيجي نفس الطريقه جروب، بعدين تختار جميع النقاط. طبعا هو عاملين له اتاتش فيل في الايديتبل بولي لجمع الاشكال اللي حاطينها في الاربع الاوجه. طيب لكن انا راح استخدم شيء اخر ليس مع اوبجكت ثاني، او لا ما راح اضيف اوبجكت يعني. نقول له ميك جروب لهذه الاربع نقاط اللي حنا اخترناها، او اذا اردت انك تختار مثلا جميع هذه النقاط مثلا من جميع الزوايا، هذه النقاط شوف هذا الشكل متوازي، وايضا هذه النقاط بشكل متوازي مثلا، لكن كشكل بسيط راح اختار هذه. يعني مثلا افترض ان في عواميد داخليه مثبته بهذا الشكل تماما، فرضا ان راح نختار هذه الاشكال فقط ماشي. وبعدين نجي نقول نكتب مثلا عليه ستيكي، اي ما مقصود به ثابت، ستيكي على ما اظن هذه هو سبلنجر مثل ما انتم شايفين هنا، ستيكي او اي اسم مثلا يخطر على بالك حتى لو كان عربي ماشي. وبعدين نختار له ما تسمى بريسيرف. طبعا انا شلون عرفت هذه البريسيرف؟ طبعا في دروس تابعتها من شركات معروفه مثل تيربو سكواد، وايضا في مفكره الماكس ايضا ما تقصر موجوده، وقرات عن هذه الخاصيه، قرات تقريبا عن جميع كل خاصيه وخاصيه يعني، وعرفت يعني شو الحمد لله عرفت شو اللي تستخدم فيه. اخترنا فلنختار الان بريسيرف ماشي، يعني المقصود بها بريسيرف يعني لا توجد ولا حركه للنقاط اللي اخترناها للفيرتكس اللي اخترناها. طيب الان والجرافيتي ايضا شغال. طيب لو الان نعمل سيميوليت لوكال شو اللي يصير؟ لاحظ ان هناك صار تمدد، وايضا هذه النقطه ثابته، النقطه ثابته. لاحظ الان يحاول ان ياخذ بوزيشنه الطبيعي او الحقيقي، شوف شلون، شوف كيف. طبعا هو الان تمدد عشان ياخذ البوزيشن الحقيقي.